الخير مشاهدينا. يعني اليوم بفت بيت مثل العاده رح نكون عم نشتغل ستريتشنج اكسرسايزز ورح ننهي هيدا الاسبوع برواق. اليوم رح نركز على عضلات الكواتس. عضلات الكواتس هن بيصيروا تايت او من التمرين القاسي كثير بدون ستريتشنج او حتى بنكون عم نقعد لوقت طويل ومش عم نمدد هيدي العضلات بشكل صحيح. رح كون عم بلش بالتمرين الاول، رح كون عم بشتغل اكسرسايز انا واقفه، رح القط اجري. طبعا اذا انتم حاسين ما نكون بالانسد فيكم تكونوا عم تتهدوا بكرسي بهيدا الوقت. بشد باجري شوي، ما كتير بقسى على اجري انا وعم شد عليها تحس بالستريتش بعضله اجريه. كمان فينا علي ايدي، باخذ نفس، بعد مره اكسهيل اوت. شوي شوي فينا ارجع لورا اكثر. كمان بكون عم اشتغل بالانس هون، او فيني يكون عم بتهدى بالكرسي مثل ما حكينا. هون بكون عم اشتغل ستريتش اكثر، برجع على النص، برجع اجري، بشتغل التمرين طبعا على الجهه الثانيه. كمان رح القط اجري، خلوا الاجر لتحت ستيبل ومشدوده، نلقط الاجر بنشدها شوي ومناخد نفس، اكسهيل اوت. كمان بعد مره شوي شوي برجع لورا. باك تو ذا سنتر وبريح اجري. تقريبا كل ستريتش بدنا نعيده ل 30، نكون فيه ل 30 ثانية ونعيده، نحاول نعيده ل 3 ساتس أو 2 ساتس على الأقل. رح كون عم بنزل على الأرض، كمان رح كون عم بشتغل اكسرسايز أنا ونايمة على معدتي. رح القط إجري بهالشكل والقط الإجري الثانية، رح شد كمان شوي على إجري، بعلي التشست هولد، رح نزل التشست هلا تشين داون، رح حاول انه انا شوي شد على اجري وابقى هولدينج. باخذ نفس، اكسهيل اوت. رجع اجري، رح اخذ وضعيه ثانيه. رح نشتغل تقريبا نفس الاكسرسايز اللي اشتغلناه، نحن واقفين رح كون عم بلقط اجري شوي، رح اقرب بالورك لقدام، بعلي الصدر، اخذ نفس، اكسهيل اوت. كمان هون رح احس بستريتش بالهيبس، هولد 30 seconds. نزل اجري، اكيد الاجري الثاني برجع لورا، بلقط اجري، برجع بقرب لقدام، تشست عالي، خد نفس، اكسهيل اوت. كمان اكسهيل اوت. رح اقرب اجري لقدام، رجع الاجر لورا، كمان لورا، رح كون عم قرب بهالشكل، هولد، سويتش سايدز، نقرب الاجر لقدام 90 درجة، كمان نرجع الاجر لورا قد ما فينا، نعلي اند هولد. حس ستريتش بالكواتس من فوق وبالهيب فلكسرز، ناخذ نفس لفوق، انهيل، اكسهيل اوت. رح نرجع
ليه مع ظهرنا؟ منهب هالإكسسايز اللي بيريح الظهر كتير. رح نكون عم نشتغل أكتر على عضلات الانر تايز هون، كمان عم نريح ظهرنا بهيدا الستريتش. نقرب الإجر لعنا، إيدينا بهالشكل. Hold 30 seconds، ناخد نفس بنعومة. دايما النفس لازم يكون عروة وديب. ناخد نفس، exhale out. حاولوا دايما تظهروا النفس على الآخر كمان. Switch sides. إيدي عم بلقط ركبتي، رقبتي مرتاحة، كتافي مرتاحين. بشد شوي لعندي على الشست تحس بستريتش أكتر. نفس عميق، كمان اكسهيل اوت على الآخر. إجرتين مع بعض بجيبون لعندي. شوي شوي بطلع، بجلس ظهري، ببرم كتافي، نزل الكتاف لتحت، ريح رقبتي. ديني دايما على الكتف عم تجي. بعد مرة، آخر مرة. نفس، سيل اوت. هيك بنكون خلصنا حلقة الستريتشنج لليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. دايما خدوا نفس عميق، عن جد نفسنا كثير بيلعب دور تيريحنا ويريح لنا نهارنا، ونكون عم نبلش إذا بدكم النهار بطريقة حلوة. بدي أتمنى لكم ويك إند كلها نشاط، ويك إند حلوة وإيجابية مثل العادة، وأكيد بشوفكم بتمارين جديدة نهار التنين.